السلام عليكم، مسيكم بالخير. طبعا لا يمكن تبرئة الرجال أيضا من الخطأ، الخير موجود في هذا ولو في هذا. ذكرت سالفة علمني بها واحد من عيارين الرياض وما حبيت أني أفوتها عليكم، حلوة. يقول أني دخلت لي في مجلس معزوم على عشاء، يقولوا قاموا يسلمون علي كل الموجودين ما عدا شايب في وسط المجلس ما عطاني وجه. يقولوا استغربت أنا منه. الشاهد في الأمر سألت راعي العزيمة وقال لي هذا فنان اللي قلت لك عليه اللي تزوج ويطلق. يقول انا من قمت اسولف مع واحد جنبي وقلت بصوت عالي ايه هذيك مطلقه، لا مزيونه ومطلقه. لا والله، قالت الشايبه يناظر فيه تاملني من بعيد. الشاهد في الامر يقول جينا عند المغسله ويزرقني وياخذ بيدي يسلم علي مرحبا. الاخ ما عرفناه، مذكرني باسمه، قلت له انا اقول اجيب اسمي من عندي، قالوا نعم. والنمرود الشايب يقول بس مجرد أن سمع مزيونة ومطلقة تغير 180 درجة وصرت أنا من حبايب قلبه. وكيف تأثير المرأة على الرجل، ومجرد طاري ما بعد شافه لها الحين. نسأل الله السلامة. السلام عليكم، مع السلامة.